فضيلة المفتي، كثيرا ما يتحدثون عن شفاعة الصيام، مغزى هذه الشفاعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. الشفاعة نحن نحتاج إليها في موقف قد يكون حرجا. دائما الشفاعة تأتي عندما يكون الإنسان، إذا جاز التعبير، في موقف أزمة، فنحتاج إلى الشفاعة، نحتاج إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الدين ويأخذ بأيدينا من موقف مهيب وموقف صعب تشيب منه الولدان، وكنا قبل ذلك في غفلة شديدة جدا، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن ربه سبحانه وتعالى ويشفع لأناس. يأتي شهيد قتل في سبيل الله دفاعا عن دينه وبلده وعرضه، ويشفع في بالحديث الشريف، ويشفع في 70 من أهل بيته أو من قرابته في رواية أخرى. فأنت في هذا الموطن، الشفاعة هنا لحظة أنا كنت أنتظرها، بل أنقذتني في الحقيقة. الله سبحانه وتعالى يعطينا نماذج في الدنيا لكي أنا أرسم الخطة في هذه الدنيا، وأقول بأنني أصوم لأجل أن يكون هذا الصوم شفيعا لي عند ربي سبحانه وتعالى. لماذا يكون شفيعا لي عند ربي؟ لبذل جهد كبير في أثناء الصوم وإخلاص لا حصر له. ولا تستطيع أن تقول في عبارة موجزة كيف يكون هذا الإخلاص، لكنني شعرت بهذا الإخلاص قلبيا وروحيا، وامتزجت قضية التكليف بالبدن وبالروح، وأصبح التكليف جزءا لا يتجزأ من هذا البدن، بحيث أن هذا البدن في امتناعي عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة وعن القيل والقال وعن شهادة الزور، كل هذه الممنوعات والمباحات، الحقيقة أنا ممتنع لأني صائم. فلو أنا لا أكذب، لماذا لأني صائم؟ أنا لا أخون الأمانة، لماذا لأني صائم؟ أنا لا أتكلم بكلام ليس دقيقا، لماذا لأني صائم؟ إن حصل بيني وبين غيري شيء فإن صائم. فكان الصوم وهو حركة جهادية وحركة تفاعلية مع النفس وحركة جهاد ضد النفس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، اللي هو جهاد النفس. فالصوم هو جهاد حقيقي لمن فقه عملية الصوم. سيأتي هذا الصوم يوم القيامة وفي قبر الإنسان ويكون شفيعا له، والصوم والقرآن يشفعان للإنسان. ويقول الصوم: أي ربي، منعته الطعام والشراب في نهاره فشفعني فيه، فيشفع أو فيشفع هذا الصوم للإنسان. ويأتي القرآن وهو القرآن قضية ليلية في شهر رمضان، علاقة ليلية ونهارية لكنها في الليل بنحو أفضل، كأن كلمات القرآن الكريم وحروف القرآن الكريم، ومن قرأ حرفا فله به حسنة. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كل هذه المسائل في الحقيقة بتأتي لتجسد عملية الشفاعة للإنسان يوم القيامة. إذن الشفاعة مبنية بالنسبة للصوم وبالنسبة للقرآن على عملية جهادية وإخلاص في ذات الوقت.